أديب ومؤلف موسوعات، وهو أيضاً رحالة جغرافي وشاعر وخطاط ولغوي. ولد في 574 للهجرة، 1178 للميلاد، في ديار الروم، وقيل في اليونان، وينسب لسيده الذي اشتراه عندما أسر وبيع في بغداد. اشتغل بالعلم وأكثر من دراسة الأدب، وأهم مؤلفاته كتاب معجم البلدان الذي ترجم وطبع عدة مرات. تنقل كثيراً بين البلدان، وقد حفظ القرآن في مسجد متواضع هو المسجد الزيدي، وحين أتقن القراءة والكتابة راح يتردد على مكتبة مسجد الزيدي يقرأ فيها الكتب، وكان إمام الجامع يشجعه ويعيره الكتب ليقرأها. عندما بلغ 25 سنة من عمره تمكن من العلوم المختلفة، وشعر أن خبراته الجغرافية قد نضجت، عاود السفر مرة أخرى وعمل في تجارة الكتب. في حلب وجد هذا العالم الكثير من الاهتمام والترحيب، وكان في رعاية واليها الوزير والطبيب جمال الدين القفطي الذي رحب به في مدينة حلب وجعل له راتباً من بيت المال. وقد كان هذا العالم معجباً بالوالي لعلمه، وقد شجعه وأكرمه، وقضى في حلب 5 سنوات أنهى فيها الكتابة الأولى لمعجم البلدان، وكان قد بلغ من العمر 45 عاماً. يروى أن سبب تأليفه لهذا المعجم أن سائلاً قد سأله عن موضع سوق حباشة بالضم، ولكنه نطقها بالفتح وأصر على صحة نطقه، وتحقق هذا العالم من صحة نطق الاسم فتأكد من صواب نطقه هو للاسم، فقرر أن يضع معجماً للبلدان. عاود هذا العالم السفر مرة أخرى إلى أنحاء سورية والبلدان المجاورة، وكان يودع دائماً المعلومات الجديدة التي يجمعها في معجمه، فظل يصحح فيه ويضبطه إلى أن توفي في عام 623 للهجرة، 1225 للميلاد. وقد طلب من صديقه المؤرخ ابن الأثير أن يضع نسخة من كتابه في الجامع الذي شهد أولى مراحله التعليمية، وفي حلب طلب القفطي منه أن يختصر المعجم، لكنه كان له رأي آخر لاعتقاده أن الاختصار يشوه الكتب ويفقدها الكثير من قيمتها العلمية. هو ياقوت الحموي.